كل واحد ليه لكنه وكل واحد ليه افيهات نجيب الريحاني محفوظه لغايه دلوقتي. طيب انا حلقتي خلصت. وانا كنت سعيد بيها جدا. وانا بصراحة والله كنت سعيد بيك اكتر واكتر، لان انت المفروض ندي لك اكتر من حقك كمان، لان انت اسعدت الشعب المصري. انا اخلاقك قبل الانجاز. الحلقه بتاعتك دي تكفيني جدا يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك. طب احنا قبل ما بنختم حلقتنا، متابعين في برنامجنا، ان حضرتك بتاخد الاوتوجراف وبتكتب فيه كلمه للبرنامج. سمع كده السادة المشاهدين. إلى كابتن مصطفى عبده، سعد بلقائك واتمنى لك التوفيق والنجاح على طول يا رب. شكرا جزيلا محمد رشوان. كابتن رشوان، قناة النادي الأهلي سعيدة بوجودك معانا، وربنا يديك الصحة والعافية وتطلع لنا أكتر من رشوان ومتعنا أكتر ما أنت متعتنا. الله يخليك. ونشوفك دايما كده، ونشوف كده أحفادك كده، وفيهم واحد إن شاء محمد الله رشوان. إن شاء الله. كده حلقتنا خلصت، على أمل اللقاء بيكم وحلقة جديدة من المجلس. صباح الخير.